مشاهدينا متابعينا الاعزاء، بسم الله الرحمن الرحيم، لا بركة الله، نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذه الانطلاقات المستمرة وبحضور هذه الشعارات في هذا المهرجان الغالي الذي يحمل اسم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وأطال الله في عمره. انطلقت الشعارات وانطلقت الأسماء الكبيرة، انطلق شوطنا الثامن للقعدان المفريد، والمسافة هي على 2 كيلومترات. بداية نتقدم إلى الصدارة، إلى منذر بشعار حشر بن ظفر الهاجري، النقلة والدور إلى ثاني المراكز لكيارة رمزة مسفر بن عبد الله بن مسفر الرزقة على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز أرى شعار عامر بن علي بن طفلة المري من يقدم لنا سياف على ثالث المراكز. رابع المراكز أرى رمز بشعار محمد بن حمد بن جار الله يتقدم على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز أرى رهيفان بشعار مبروك بن مانع بن دواسة آل عامر على المستوى الخامس. هاي الشعارات والأسماء التي تنطلق وتحضر في هذا الإبداع، ولكن العودة إلى البداية الأولى، إلى الانطلاق الأول لكيارة منذر على البداية بشعار حشر بن ظفر الهاجري الذي ينطلق على الانطلاق الأول، بينما النقلة والدور إلى ثاني المراكز كيارة رمز بشعار محمد بن حمد بن جار الله. وارى الأسماء الكبيرة، وصلت الشعارات ووصلت الأسماء التي الآن تحضر في هذه المعركة لكي تشكل الخطر وتأتي بهذا الإبداع. أول القادمين هنا شعار سالم بن صالح بن بريكان المري من يقدم لنا موفق، وارى شعار بندر بن ملفوف بن فالح آل عامر من يقدم لنا مرهق، وارى الأسماء المتميزة، ولكن بابا 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 با الله يا سلام، انطلق موفق في هذه اللحظات بشعار بن بريكان من يأتي بهذه السرعة الخيالية وينطلق بهذا الإنجاز الكبير بهذه العروض الجميلة والخيالية بالسرعة الجنونية، ينطلق الآن لكي يقدم لنا موفق في هذا الأداء الرائع والفنان بشعار سالم بن صالح بن بريكان المري. سالم سلم وراح، سالم صبح عليهم وراح بهذا الأداء الجميل والفنان. أسعد الله صباحك على هذا الأداء الكبير. تهانينا والنوماس. ثاني المراكز وصل شعار بندر بن ملفوف بن فالح العامر، بينما ثالث المراكز عامر بن علي بن طفلة المري من قدم لنا انطلاقة سياف، بينما رابع المراكز كان الوصول من قبل عقاب حمد بن علي بن بريك المري. خامس المراكز وصل شعار في هذه اللحظات فهد بن عبد الله بن جروح الشمري مع ماسكو على خامس المراكز. مشاهدين الأعزاء متابعي الأفاضل، تابعنا وإياكم الانطلاقات الجميلة، وكان موفق بشعار سالم بن صالح بن بريكان المري 3:46 ثانية مراكز، كان مرهق بشعار بندر بن ملفوف بن فالح آل عامر من قدم لنا هذه الانطلاقة 3:32 ثالث المراكز. وصل سياف بشعار عامر بن علي بن طفله المري 3:04:69